مشاهدينا الكرام، للحديث عن واقع أطفال العراق النازحين التعليمي وتوقيت تحضر وزارة التربية لإغلاق ممثليات مدارس النازحين في كردستان العراق، معنا من أمستردام المديرة الإقليمية لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان الأستاذة حنان عبد اللطيف. أهلا بك أستاذ حنان. أستاذ حنان، بداية، على أي أساس استند وزير التربية بقراره إغلاق مدارس النازحين في كردستان العراق؟ يعني هل هناك أرضية متوفرة لاتخاذ هذا القرار وعدم تأثيره سلبا على النازحين؟ نعم، حياكم الله أخي محيا، مشاهديكم الكرام أهلا وسهلا. وزير التربية على الضغوطات التي تمارسها الأمم المتحدة وبعثة يونامي منذ أكثر من عام، وهم يضغطون على حكومة الكاظمي لإغلاق مخيمات النزوح وإعادة المهجرين قسرا إلى مناطقهم ومدنهم، وهذا ما قامت به وزارة الهجرة. تم إغلاق أكثر من 50 مخيم للنازحين، ولا زال هناك 26 مخيم قائم معظمهم في محافظات كردستان. لكن بالرغم من هذا الضغط من الأمم المتحدة لإنهاء معاناة المهجرين قسرا من العراقيين، إلا أن الحكومة العراقية لم تتعامل بجدية مع هذا الملف واتخاذ الإجراءات الصحيحة في إعادة المهجرين، فنجد أنها لم تقدم لهم التعويضات اللي تساعدهم على العودة وتسهل لهم بناء منازلهم المدمرة. ولم تقم ببناء البنى التحتية من محطات توليد طاقة وشبكات للصرف الصحي وشبكات لإيصال المياه النظيفة، ولم تقم بتطهير مناطقهم من الألغام المزروعة، كما أن معظم المناطق لا زالت تتعرض إلى قصف يعني وهجمات. أنت تعلمين أستاذ حنان أن عملية إغلاق مخيمات النازحين انطلقت منذ نهاية عام 2019 قبل قدوم حكومة الكاظمي، ولا تزال هذه الحملة مستمرة. السؤال هو، لماذا تغلق مخيمات النازحين، مدارس النازحين، غيرها من هذه الخدمات أو هذه الوضع الحالي الذي يعيش فيه النازحون؟ لماذا تغلق كل هذه المخيمات ولا يوجد بديل يوفر لهم من قبل الحكومة؟ ما مصيرهم إذن؟ نعم، طبعا هو الإغلاق بسبب ضغوط من الأمم المتحدة، لأن الأمم المتحدة تعتقد أنها من خلال هذه الإجراءات والضغوطات التي تمارسها على الحكومة العراقية ستنهي معاناة المهجرين قسرا، لكن الحكومات العراقية لا تتعامل مع هذا الملف بجدية، بل هي تعيدهم إلى مناطق ليست آمنة، وبالتالي حدثت هناك أيضا هجرة نزوح ثاني. أما لماذا هذه القرارات التي تتخذها الحكومات العراقية؟ نحن جميعا نعرف أن العراق يعيش حالة من الفوضى والتخبط السياسي وعدم تحمل الطبقة السياسية الحاكمة لمسؤولياتهم تجاه المواطنين، لذلك نجد كل قراراتهم لا تصب في صالح الشعب. فيبدو أن وزارة التربية تريد أن توفر من الميزانية المقررة لأبناء المهجرين قسرا في محافظات كردستان، في حين يعني أن اتفاقية حماية الطفل الدولية اللي وقع عليها العراق عام 94 تلزم الحكومات بتوفير حقوق الطفل من أمن وأمان وتعليم وصحة وتطوير القدرات العقلية. يعني هل تقصدين بأن ما قام به وزير التربية الآن من تصريحات خرجت على لسانه بهدف إغلاق المدارس في مخيمات النازحين هي لا تصب في مصلحة التعليم؟ بالتأكيد لا تصب في مصلحة التعليم، لأنه اليوم لدينا أكثر من مليون طفل متسرب من المدارس من عمر 5 إلى عمر 18 سنة، عمر الدراسة هم متسربين من المدارس، وهذا طبعا وفق التقارير التي صدرت من الأمم المتحدة وتقرير اليونيسف لعام 2021 الذي عد العراق أنه من أكثر 10 دول لعيش الأطفال. هذا أيضا يؤثر على مستقبل أطفال العراق، ويعني يهدد أجيال سيتعرضون إلى الأمية ويتعرضون إلى يعني الانحراف وإلى تلقف الشبكات، أيضا شبكات الإجرام لهؤلاء الأطفال. طيب، يعني عندما تغلق المخيمات ومدارس النازحين في المحافظات التي يتواجدون فيها،
من قبل الحكومة. في المقابل، هل تمتلك الحكومة ضمانات لإعادة النازحين إلى مناطقهم بشكل طوعي أولا مع شروط وجود البيئة الملائمة لهم للسكن والحصول على تعليم وغيرها من هذه الخدمات؟ السيد الكريم، لا أعتقد أن حكومة السوداني كما سابقاتها ستعمل بجدية لتوفير الضمانات في إعادة المهجرين قسرا، وأنا أصر على كلمة على مفردة المهجرين قسرا. برغم الضغوط التي تمارسها الأمم المتحدة، ستجد الحكومة البراع في تبرير عدم التزامها بواجباتها ومسؤولياتها تجاه المهجرين قسرا. يعني نجد حكومات تسرق ميزانيات النازحين والأموال القادمة من الدول المانحة المتبرعة، كيف ستمنح المهجرين حقوقهم؟ وها هي اليوم حكومة السوداني تعلق عودة المهجرين من مخيم الهول بحجة إيجاد الآلية المناسبة لعودتهم. يعني بعد كل هذه السنين لم يستطيعوا إنشاء وإيجاد آلية مناسبة. طبعا هي إحدى ذرائع الفساد المنتشر والمنتشري في العراق، وتصر الحكومات العراقية والإعلام العراقي الحكومي على التحريض على هؤلاء العوائل التي هربت من العمليات العسكرية التي اندلعت في 2013 باتهامهم بالانضمام إلى داعش الإرهاب. شكرا جزيلا لك أستاذة حنان عبد اللطيف، المديرة الإقليمية لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من أمستردام.